لمزيد من المتابعة والتحليل للنسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. بعد التحية فندم، يعني نحن نتابع النسخة الرابعة من قادرون باختلاف، كيف ترى حرص سيادة الرئيس على مشاركة ذوي الهمم بتلك الاحتفالية كل عام؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. يمكن هاخد من كلام فخامة الرئيس اللي عرض منذ قليل ان القادرون باختلاف او ذوي الهمم زي ما الدولة المصرية اطلقت عليهم حظيوا خلال السنوات الماضية باهتمام استثنائي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة ان احنا يعني بنكتشف منهم القدرات الاستثنائية التي يعني تحرجنا كأصحاء. احنا احيانا بنلاقي في ابطال في الرياضه وفي مجالات مختلفه والهمم، ويمكن وجدنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سده الحكم اولى اهتمام شديد بهم، وجدنا مبادرات كثيره جدا للاهتمام بذوي الهمم ومساله الدمج بينهم وبين الاصحاء ليكونوا في حياه مستقره، سواء كان في المدارس او في اعمالهم او في منح الحياه. يعني هناك بالفعل جهود حثيثه بتبذلها الدبل. اتفضل يا فندم. يمكن التحديات اللي بيواجهوها نظرا لظروفهم الصحيه يعني بتخلينا نبص ليهم بالفخر والاعتزاز بتجربتهم اللي هي مليئه بالتحدي والحماس. يمكن قهروا الاعاقات اللي خلقوا بها وتجاوزوها وبداوا في عمليه الانتاج، وبالتالي كانت للدوله المصريه السبق. بصراحه ما كناش بنشوف الاهتمام بهذه الشريحه من قبل، سواء كان من خلال وزاره التضامن الاجتماعي ومن خلال الكروت اللي اصدرتها خلال السنوات الماضيه او منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بهم صحيا وماديا وتوفير طلباتهم. بنشوف مبادره الدمج لهؤلاء ذوي الهمم في المدارس. يمكن كان ليا زياره للاحوال المدنيه منذ ايام، فوجدت في مبنى في الاحوال المدنيه او قسم في الاحوال المدنيه خاص بذوي الهمم ومجهز لتلقي كل من هو من هذه الشريحة، فبالتالي أصبحت ثقافة عامة في الدولة. أصبحنا جميعا بنستقي من فخامة الرئيس بنسخة بيهتم بيها بذوي الهمم، إزاي نعرف نهتم بيهم، إزاي نعرف نعملهم، إزاي نعطيهم قدرهم وهم ناجحون. يمكن النجاح اللي بيحققوه أصحاء ما بيحققوهوش، فبالتالي هذا الملف المهم. يمكن اعتدنا من فخامة الرئيس ان بيحول كل ما كان هو مهمل في مصر لشيء عظيم، وده من ضمن الملفات اللي كانت مهملة وفوجئنا بعظمتها وفوجئنا بالكوادر اللي بتطلع من ذوي الهمم في مجالات مختلفة وعديدة نفتخر بها كمصريين. يعني بالفعل هم كنوز بشرية متنوعة، لهم العديد من الإنجازات الرياضية، وأيضا رفعوا استطاعوا أنهم يرفعوا اسم مصر عاليا بميداليات ذهبية في أكثر من دولة. أيضا على الجانب الآخر هناك جهود حثيثة كبيرة تبذلها الدولة خلال السنوات الماضية لدعم وتمكين ذوي الهمم في المجتمع، يعني شهدنا العديد من البرامج التكنولوجية لتعزيز دور ذوي الهمم في التعامل بشكل أكبر في الوظائف الحكومية وأيضا الدراسية. يعني كيف ترى هذه الجهود التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية؟ والله بصي، زي ما حضرتك بتقولي إن هم كنوز، فبالتالي أصبحت الكنوز دي مولى بالاهتمام من الدولة. بدأنا نهتم بالمبشرين فيهم في مجالاتهم، بنهتم بشكل كبير وبندعمهم والدولة تدعمهم بكل الوسائل التي تحقق لهم طموحاتهم. بدأنا نسمع آرائهم، بدأنا نسمع احتياجاتهم، بدأت الدولة يعني يمكن زي ما قلت لحضرتك كده، فخامة الرئيس ليه الفضل في نشر ثقافة التعامل مع ذوي الهمم. احنا كنا زمان بنطلق المعاقين، القدرات الخاصة، بدأنا نطور حتى في المصطلح اللي بنطلقه عليهم. فبالتالي يمكن اهتمام الدولة يعني متسع في هذا الملف في كل المناحي، في المناحي الوسائل الداعمة
لاستكمال مسيرتهم سواء كان في التعليم أو في العمل، المشاركة بتاعتهم ومسألة دمجهم في المجتمع من خلال نشر ثقافة كيفية التعامل مع ذوي الهمم من الحالات المختلفة، وبالتالي انت بتستثمري هذا الملف اللي كان مشمولة بالاهتمام والرعاية الكاملة التي تستحقه. يعني فكل هذا ينصب في سياسة جديدة بتتبعها الدولة، ثقافة جديدة بينشرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودايما بيحثنا على لمساته ولفتاته الإنسانية. يمكن في الملف، مش في الملف ده بس، في ملفات كثيرة جدا بنرى دائما فيه ان هو بيهتم بيها يعني بيبصرنا على ما كنا نغفله. فاحنا دايما يعني بننظر دايما للنماذج اللي من ذوي الهمم، سواء كانوا في الاعمال اللي بيعملوها او في البطولات اللي بيحققوها في المجال الرياضي او في المجال التكنولوجي او في غيره من المجالات اللي هي متناسبه مع ظروفهم وبيحققوا فيها اعلى معدلات النجاح. فبالتالي ده في حد ذاته بيخلينا بنحس ان احنا عايشين في مجتمع تحكمه الإنسانية قبل ما تحكمه أي ظروف أخرى. بالفعل، ونحمل هذا الفكر إلى العالم أجمع وليس فقط المشهد المصري أو العربي. يعني هذه الاحتفالية هو تحمل الكثير من الأمل والفرحة أيضا للمجتمع المصري وأسر ذوي الهمم. يعني كانت هذه الاحتفالية الجزء الأول منها يحمل الكثير من المشاهد المعبرة والإنسانية، هل لفت نظر حضرتك حاجات مميزة تقدر تشارك بيها المستمعين؟ بص يا فندم، يمكن احنا في الاحتفالات دي زي ما قلت لحضرتك بنشوف حاجات ما بنشوفهاش قبل كده أو ما بكناش حاسين بيها بالشكل الأفضل. يمكن احنا لما بنشوف الاحتفالات دي بنشوف نماذج من ذوي الهمم بتبص عليه بكل الفخر وبكل الاعتزاز. ازاي شاب في هذه الظروف تحدى القدرات او الظروف الخاصه اللي هو خلق بيها ووصل لهذه المرحله، ازاي الحماس اللي عنده وصل بيه لهذه المرحله. ولكن انت في الاخر بتلاقي مشهد مهم جدا وهو مشهد الام اللي هي سند لهذا الشاب او هذه البنت اللي من ذوي الهمم، واللي هي قطعت على كاهلها وعرفت توصل بيه لهذه المرحلة. يعني الأمهات أو الأمهات من أمهات ذوي الهمم دول ليهم تكريم كبير جدا عندنا، ويمكن شفنا الكلام ده في الاحتفالات الأربعة كل مرة أو في النسخة الرابعة أو في كل النسخ الماضية. كنا بنشوف خلف كل طفل أو كل شاب من ذوي الهمم أم عظيمة، أم يعني مؤمنة بطموح ابنها، أم لم تكل ولم تمل في إن هي تقدر تحقق لابنها الطموح اللي هو عايزه رغم الظروف اللي هو عايش فيها أو رغم الظروف اللي هو خلق بيها. وبالتالي إحنا كشعب أو كمصريين دايما بنبقى بنبص لهذه المشاهد بالفخر وبالاعتزاز، وأنت بتلاقي أحيانا الناس تدمع من كتر الفرحة أو من كتر المشهد العظيم اللي بيترسم قدامنا من نماذج هذه الأسر المصرية العظيمة اللي هي ما وقفت لهاش أي تحدي. وده الطبع العام في المصريين، احنا بفضل ربنا ما فيش أي تحدي بيواجهنا إلا وإن احنا نقدر نتجاوزه ونقدر ننجح فيه. يعني حضرتك ذكرت كلمة تحدي، ذكرت أن التحدي ضد الإعاقة، ولكن أيضا ذوي الهمم كان لهم قدرات كبيرة في تحدي نظرة المجتمع والفكر السائد بأنهم لا يستطيعون أن يحققوا يعني أبسط الإنجازات وهي مسؤولية أنفسهم. إلى أي مدى تستطيع أن توجه رسالة إلى المجتمع؟ بص يا فندم، النسخة الرابعة زي ما قلت لحضرتك من البدايه تاكيد على ثقافه جديده يعني بداها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ النسخه الاولانيه وما قبل من المبادرات اللي كنا بنتكلم فيها عن الاهتمام بذوي الهمم. يمكن احنا خلال الفتره اللي فاتت دي ما زلنا مستمرين في حمله ضد التنمر، والتنمر يمكن ما كانش لذوي الهمم بس، كان لكل الاطفال في المدارس. ويمكن اظن الحمله دي حققت نتائج ايجابيه، ويمكن ما كانتش إذا ما كناش وصلنا فيها لنسبة 100%، ولكن بدأناها من فترة وبدأنا نجني
يعني نتائجها من خلال نشر هذه الثقافة والأضرار. ويمكن كانت في أسر كثيرة أو في شرائح كبيرة في المجتمع مش عارفة أضرار التنمر إيه. مثل هذه الثقافات والمبادرة الأخيرة اللي احنا بنتكلم فيها عن عودة أخلاقنا للمجتمع بشكل كبير، فبدأت الدولة خلال الفترة اللي فاتت تستخدم المبادرات وتستخدم حملات التوعية لنشر مثل الثقافات الإيجابية التي تؤكد على ضرورة التعامل بإنسانية، ضرورة التعامل بدون النظر للون ولا للإعاقة ولا 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 ولا. ولكن احنا في الأول وفي الآخر النماذج اللي بتطلعنا من ذوي الهمم دي بتأكد لنا ان فيهم نماذج ناجحة جدا، نماذج قادرة على التحدي، نماذج قادرة ان هي تختلط بالمجتمع. ولكن المجتمع لابد ان يعي كيفية التعامل مع مثل هذه الفئات وكيفية تقديرها وكيفية يعني المحافظة عليها واستثمارها لاستثمار الأمثل. ويمكن احنا بنشوف من خلال النماذج دي تجارب مهمة جدا، ويعني زي ما بقول دي بمثابة الملهم والمنارة للكل، للجميع، للأصحاء قبل من هو مثلهم. لأن هم بصراحة ظروفهم ما توحيش أن ممكن فيهم حد ينجح، ولكن بيفاجئوك بالنجاح. فبالتالي هم نماذج يعني يضعوا على رؤوسنا كاتجان. فبالتالي لابد أن المجتمع يساهم أو الجميع يساهم في نشر حملات التوعية اللي الدولة بتعملها، حملات التوعية لوسائل الإعلام متبنيها لكيفية التعامل مع ذوي الهمم ونشر الثقافات الإيجابية اللي دايما بنشوفها. ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون له اليد الأولى واليد البيضاء في وضعها ونشرها والحث على انتشارها ما بين المصريين. بالفعل كما ذكرت يعني شهدنا خلال الاحتفالية نماذج من ذوي الهمم استطاعوا أن يندمجوا بشكل كبير في المجتمع. لو هناك مثال، رحمة خالد هي مذيعة زميلة من ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة، أثبتت جدارة في تقديم البرامج. أيضا هناك مثال لمن اندمجوا مع المجتمع وكانت لهم مشاركات في الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني، يعني استطاعوا أن يثبتوا النجاح والجدارة بمجرد أن أتيحت لهم الفرصة. فرق موسيقية فنية من ذوي الهمم ثبتت جدارتها وثبتت كفائتها خلال الفترة اللي فاتت. برضو كانت للنسخ الاحتفالات بتاعت ذوي الهمم كل عام كانت لها الفضل في تسليط الضوء على هذه النماذج المهمة. بالفعل كما ذكرت أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف.